أعزائي مشاهدي نجم مصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجم مصر. في البداية طبعا برحب بزميلتي الإعلامية رنا ناصر. رنا منوراني النهاردة في نجم مصر. بنورك يا كابتن عمار، أنا اللي سعيدة بجد إني مع حضرتك في برنامج نجم مصر. خلينا نخش بقى في البداية على طول يا كابتن عمار على أخبار منتخبنا الوطني. بعد وصولنا لكأس العالم، بعد غياب 28 سنة، كابتن عمار حضرتك مع بقاء مستر كوبر ولا مع رحيله؟ طبعا في البداية ألف مليون مبروك لشعب مصر العظيم اللي ليه كتير ما فرحش، الشعب اللي بجد بيتلكك للفرحة. الحمد لله فرحنا طبعا بفضل ربنا وفضل مجهودات لاعبي منتخب مصر، وخاصة طبعا النجم الخلوق كابتن محمد صلاح. ألف مبروك لمنتخب مصر، ألف مبروك للشعب المصري العظيم بوصلنا لكأس العالم بعد غياب 28 سنة. طبعا مع بقاء أو رحيل مستر كوبر، طبعا مع رحيل مستر كوبر، وأنا يمكن من ليه أكتر من ليه فترة جامدة وأنا بطالب برحيل مستر كوبر، لأن بصراحة زي ما قلت في أكتر من مرة في برنامج نجم مصر، ما حسيناش بوجود مستر كوبر، وأنا شايف صعوبنا ده رغم إن إحنا عندنا لاعيبة مش هتتعوض، الجيل ده مش هيتعوض ده تاني. بالفعل صعب طبعا نلاقي زي محمد صلاح تاني، نلاقي النني تاني، نلاقي لعيبة كتير جدا، طارق حامد، لا عندنا لعيبة كويسة جدا جدا جدا. فإحنا صعدنا طبعا بمساعدة الغير، طبعا بغانا، يمكن غانا هي السبب الرئيسي في صعود منتخب مصر. فأنا أتمنى الحمد لله إن إحنا طبعا وصلنا لكأس العالم، ولكني أتمنى رحيل مستر كوبر ويجي مدرب طبعا يكون كفء، يعني يقدر يفيد منتخب مصر، تمام، خاصة مع اللعيبة المميزة الموجودة زي ما قلنا طبعا محمد صلاح، محمد النني، طارق حامد، لا لعيبة كتير جدا. فأتمنى إن يكون في مدرب كويس الفترة القادمة لمنتخب مصر. طب قول لي يا كابتن، ايه اللي بيتميز بيه مستر كوبر وايه عيوبه من وجهة نظرك؟ اتفضل يا كابتن. والله اللي بيتميز بيه مستر كوبر، يمكن الحاجة الوحيدة اللي بيتميز بيها مستر كوبر، شخصيته القوية، شخصيته راجل حازم، شخصيته قوية جدا. لكن بالتالي هي دي بس مستر الميزة اللي موجودة في مستر كوبر. لكن قول لي يا كابتن، معلش بيقولوا لنا معانا اتصال زميلنا احمد امين. اتفضل. مين معانا؟ طبعا استاذ خالد. اهلا وسهلا استاذ عمار. استاذ خالد حبيبي واخويا الكبير طبعا اللي بتشرف بيه، الاستاذ خالد رئيس الله يخليك يا كابتن عمار، الله يخليك يا حبيبي. انا بجد سعيد بجد والله ان اسمع صوت حضرتك والله استاذ عمار، وانت من الناس المميزين عندي والله، وبحييك. دي شهادة أنا أعتز بها يا أستاذ خالد، وصدقني أنا طبعا أنا بتشرف بأي قناة اشتغلت فيها، لكن والله أول ما دخلت قناة مصر البلد ومجرد مرجوع النهاردة أول تصوير حلقة بعد العودة، صدقني راحة نفسية هايلة، وده حاسس إن ده فعلا مكاني والله يا أستاذ خالد. ده مكان اتشرف بيك يا كابتن عمار، وإحنا بجد بنحييك بجد بنشكرك، وإحنا معاك يا كابتن عمار، وإن شاء الله للأحسن وأحسن إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ خالد، صدقني دي المكالمة دي أنا بعتز بيها جدا 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 يا أستاذ خالد. لا ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن عمار، ان شاء الله ان شاء الله. الف شكر ليك يا استاذ، تبقى مميز بمشيئه ربنا ان شاء الله، وتشوف الاحسن واحسن منك يا كابتن عمار. شكرا ليك اخويا الكبير استاذ خالد، الله يحفظ عمار، ربنا يخليك يا استاذ خالد، الف شكر ليك على المداخله الجميله. استاذ خالد طبعا صاحب قناه مصر البلد، دي المكالمه دي طبعا حاجه يعني كبيره بالنسبه لي. طبعا بشكرك طبعا يا استاذ خالد، بشكرك جدا جدا جدا. خلينا نرجع طبعا لمنتخب مصر، كنا بنتكلم على منتخب مصر وكده. لكن قول لي يا كابتن، مين اللعيبه اللي كانت تستحق ان تكون ضمن صفوف المنتخب ولم تضم من قبل مستر كوبر؟ والله انا كنت شايف باسم مرسي. تمام. شايف احنا عندنا مشكله طبعا في المهاجمين في الفتره الاخيره. تمام. حتى دلوقتي المهاجمين دايما اللي فارضين نفسهم على الشاشه المصريه كلهم افارقه او كلهم اجانب. فانا شايف ان باسم مرسي مهاجم جيد. ولكن باسم مرسي الفترة الأخيرة بيمر بأزمة نفسية، وممكن والله صدقوني سببها مستر كوبر، أو سببها عناد مستر كوبر واستبعاده. وسمعنا طبعا في الفترة الأخيرة اعتذار باسم مرسي لمستر كوبر، وأتوقع إن باسم مرسي هيكون ضمن صفوف المنتخب في الفترة القادمة، خاصة إن شاء الله في كأس العالم 2018 بروسيا. طب كابتن في سؤال برضو يعني عايز أسأله لحضرتك، مباراتنا القادمة مع غانا تحصيل حاصل يا كابتن، من وجهة نظرك هنلعب بنفس اللعيبة اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة ولا المفروض نجرب لعيبة جديدة؟ لا طبعا هو الحمد لله كده خلاص احنا صعدنا، مش محتاجين المباراة الأخيرة ولا محتاجين تعادل ولا فوز ولا أي حاجة،
فاحنا الحمد لله صعدنا، فبقى خلاص ندي فرصه كده للعيبه جديده. في لعيبه كتير جدا موجوده على الساحه المصريه، السنه دي الدوري مميز وفي لعيبه كتير ظاهره كويس، فانا شايف كده ان احنا نجرب لعيبه، يعني اللعيبه او ال11 او ال12 لاعبين اللعيبه اللي هم الاساسيه بتوع المنتخب دول خلاص نستبعدهم في المباراه الاخيره او المباراه القادمه مع قصاد منتخب غانا، ونشوف بقى لعيبه جديده كويسه واللي يظهر بيهم مستوى كويس كده بالبلدي كده نضمه، طبعا يكون موجود في المنتخب الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا كابتن، في حال رحيل مستر كوبا، رايك المدرب القادم يكون مصري، مدرب مصري ام اجنبي؟ ولو مصري بترشح لنا مين، ولو اجنبي بترشح لنا مين؟ اتفضل. والله انا الفتره الماضيه كنت طبعا اتمنى ان المدرب يكون مصري تمام. في الفتره القادمه اللي هي في التصفيات، اما في كاس العالم دي عايزه شغل جامد بقى، عايزه شغل عالي تمام. فانا طبعا عشان كاس العالم لا اعتقد ان يكون مدرب اجنبي تمام. في اكتر من اسم طبعا، بنستبعد طبعا ناس كتير كانت بتطالب بمانويل جوزيه انه يكون مدير فني لمنتخب مصر. انا شايف ان مستر مانويل جوزيه ما نجحش غير مع النادي الاهلي، وانا شايف ان اي حد يمسك النادي الاهلي هينجح تمام. انا اللي ما لعبتش كوره وانا اللي ما مرنتش، لو مسكت النادي الاهلي هاخد معاه بطولات، فالنادي الاهلي يساعد اي حد انه ينجح بصراحه. منظومه محترمه تمام. منظومه ما تتعوضش تاني، من افضل المنظومات الموجوده في العالم طبعا، فما ينفعش ان انا اقيس مثلا مستر مانويل جوزيه ببطولاته مع النادي الاهلي. ما فيش حد مسك الاهلي وما عملش معاه بطولات. فطبعا نيبوشا اللي كان في الفيصلي وحاليا في الزمالك مدرب قوي جدا، فانا شايف لو مدرب اجنبي ممكن يكون نيبوشا طبعا. لو مدرب مصري طبعا لا ايهاب جلال او حسام حسن. طيب يا كابتن، طيب خلينا ناخد مداخله تليفونيه طيب ثانيه معانا طبعا على الهاتف الخلوق نجم مصر طبعا والنادي الاهلي الخلوق الكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع اهلا بيك. كابتن عمار ازيك حبيبي؟ اهلا حضرتك يا نجم مصر. اهلا بيك، ازيك وصحتك وموفق دايما يا حبيبي. اهلا ربنا بيك. يخليك يا كابتن ربيع. كابتن ربيع الف مليون مبروك طبعا صعود منتخبنا الوطني لكاس العالم. الحمد لله بفضل من الله، مبروك للمصريين طبعا، كان يوم جميل جدا، وما ينفعش المصريين ما ينفعش مصر تبقى خارج كتير جدا عليها، 28 سنه كتير جدا بصراحه، لان احنا نملك قدرات ونملك تخطيط ونملك نظام ونملك الاداريات وعندنا امكانيات الحمد لله كبيره جدا تاهلنا ان احنا ان شاء الله كل 24 نوصل كاس، لكن الحمد لله وموفقين ان شاء الله، ومستر كوبر مع اللعيبه يتالقوا ويبدعوا للشعب المصري ان شاء الله. لكن خلينا كده نتكلم بكل صراحه يا كابتن ربيع، حضرتك شايف ان احنا صعدنا بمجهودنا ولا بمساعده الاخرين؟ لا، صعدنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم مجهودنا احنا، مجهود اللاعبين، مجهود مستر كوبر والجهاز الفني بالكامل، مجهود اتحاد الكوره على جميع اعضاء مجلس الاداره مهندس هنا مريضه وجميع اعضاء مجلس الاداره. وما تنساش بقى جمهور مصر العظيم، بقول يا رب يا رب 100 مليون بيقولوا يا رب، فربنا سمع كلامهم، فكله مشي وكله اجتهد وكله تعب والناس شيت، لان ما ينفعش احنا ابدا نوصل على حساب الاخرين، لكن كل الفضل لله وجود منتخب مصر عن جداره واستحقاق. اعتقد ان مصر توصل كاس العالم 2017 مع روسيا ان شاء الله. واكبر دليل على اجابه ربنا بعد قول بعد 90 مليون مصري بيقول يا رب يا كابتن ربيع، الهدف يكون في الدقيقه الاخيره من المباراه. ايوه والله الحمد لله ربنا استجاب، ولهم كانوا رجاله ما نسيتش حقهم ابدا، وكانوا نجوم يستحقوا وعذبوا وتعبوا واجتهدوا واشتغلوا وحاولوا، وربنا بيحب دايما يسلم. والشعب ده كان نفسه يفرح بجد يا كابتن ربيع، كان بيتركك على الفرحه بالامان. فرحنا والله، الفرح كان يوم جميل جميل صحيح. جميل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نشكر اللعيبه ونشكر الجهاز، نشكر الجمهور العظيم اللي كان النجم رقم واحد يوم هذا اليوم، النجم 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 كان فاتح رقم واحد الحمد لله رب العالمين. حضرتك مع بعد المظهر الجميل اللي شفناه في استاد برج العرب من الجمهور، حضرتك مع عوده الجماهير مره اخرى يا كابتن ربيع؟ عاوز الجمهور بس مش بالايه، بعدد معين، بعدد معين بالتدريج يا كابتن ربيع. بالتدريج يا حبيبي، بالتدريج طبعا عشان الامور تمشي مظبوط قوي. طب خليني كده اخيرا واحده واحده، والجمهور يساعد طبعا في سلوكيات واخلاقيات في تصرفات، ويراعي بقى ان شاء الله مصلحه الوطن، وكلنا نتعاون، والاعلام برضه بقى لها دور في التوعيه على طول يا الله تعالى، والناس تلتزم، ويا رب كده يبقى موسم طيب على كل المصريين بمشي. طيب اخيرا يا كابتن ربيع، حضرتك مع بقاء ولا رحيل مستر كوبر؟ لا بقاء طبعا، نطلع مصر في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ربيع بشكرك جدا على المداخله الجميله دي. بشكرك كابتن ربيع.
طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا، حضرتك بنتشرف بيك كابتن ربيع نجم النادي الاهلي السابق. اه طبعا. كنا بنقول يا رنا عايزين بقى ندخل شويه على الدوري المصري. اه شايف السنه دي اقوى ولا السنه اللي فاتت من وجهه نظرك؟ لا انا شايف ان الدوري المصري كل سنه بيزداد طبعا قوه، انا تمام. شايف ان السنه دي مختلف تماما. نعم. شايف السنه دي اقوى طبعا، السنه اللي فاتت كان الدوري طبعا جميل وكان قوي. لكن الحمد لله انا شايف ان السنه دي الدوري قوي جدا جدا جدا، وشايف ان في اكتر من فرقه موجوده في في المقدمه طبعا. شايف نادي المقاولين، شايف اكتر من، شايف طبعا المصري، المصري اللي دايما يعني كل سنه من منذ تولي حسام حسن قياده التدريب للمصري البورسعيدي. نعم. لا المصري حاجه تاني بجد، كلنا انا شايف ان اغلبيه الشعب المصري بيحب يتفرج على المصري مع حسام حسن، فشايف ان السنه دي طبعا اقوى بكتير. تمام يا كابتن. طب حضرتك من وجهه نظرك مباراه الزمالك مع طنطا شايفها ازاي؟ يعني مباراه الزمالك كانت مع طنطا شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ والله انا شايف ان زي ما قبل كده قلنا ان الاهلي تعرض لظلم تحكيمي طبعا مبين، فانا شايف ان الزمالك في المباراه الاخيره امام طنطا اللي تعادل فيها 1-1 كانت ضربه جزاء ما فيهاش يعني ضربه جزاء، يعني صعب جدا ان هي تحتسب يعني، فانا شايف ان الزمالك تعرض لظلم طبعا، لظلم تحكيمي، وهدد طبعا المستشار مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري، ورد عليه اتحاد الكوره ان انسحاب، ان الزمالك ينسحب من الدوري دي مش بايد مجلس اداره نادي الزمالك. ايه تمام يا كابتن. كابتن عمار، مين الفريق اللي تتوقع له ان يكون الحصان الاسود هذا الموسم في الدوري المصري؟ مين الفريق؟ والله انا شايف اللي السنه دي، هو السنه اللي فاتت كنا طبعا شايفين المقصه كان مكسر الدنيا مع الكابتن ايهاب جلال، بس السنه دي انا شايف مفاجاه في مدرب كويس جدا جدا ليه سنتين شغال مع نادي بس مش واخد حقه اعلاميا. ازاي يا كابتن؟ المدرب ده كابتن محمد عوده نادي المقاولين. كابتن محمد عوده طبعا. كابتن محمد عوده مع نادي المقاولين العرب ليه سنتين شغال كويس جدا جدا جدا، وهو ابن النادي. انا السنه دي شايف طبعا ان الحصان الاسود هيكون المقاولين العرب، لانه بيقدم لنا كره حلوه وعامل نتائج اكتر من رائعه. انا شفت اكتر من مباراه بيكون متاخر بهدف وبيكسب المباراه 2-1 او 3-2، فانا شايف السنه دي ان شاء الله ان الحصان الاسود نادي المقاولين العرب، وشايف من المدربين زي ما السنه اللي فاتت قلنا ايهاب جلال وقلنا مؤمن سليمان وقلنا الكابتن حسام حسن. انا شايف السنه دي ان شاء الله من المدربين اللي هيكون اسمهم مطروح بقوه والناس هتشيد بيه طبعا الكابتن محمد عوده المدير الفني لنادي المقاولين العرب. تمام يا كابتن. مين اللعيبه اللي لفتت نظرك في هذا الموسم حتى الان؟ والله يمكن لينا احنا 3 أو 4 أسابيع طبعا في الدوري المصري ايضا. طبعا منذ بداية الدوري، بس أنا شايف بصراحة اللاعب اللي أنا كنت متوقع إن هو هيكون أول الراحلين عن نادي الزمالك، بالأمانة لازم أعترف وأقول كده. اتفضل يا كابتن. على الهوا، فأنا كنت لاعب الزمالك طبعا، جاب لعيبة كتير وجاب لعيبة كتير سوبر جدا. اللعيبة من أفضل اللعيبة الموجودة على الساحة المصرية. اللعيبة دي أنا كنت الأول لاعب متوقع له إن هو هيرحل عن الزمالك هو أحمد مدبولي. لا احمد اثبت لنا العكس بقى، احمد اثبت لنا ان هو نجم من نجوم الكره المصريه هذا طبعا نجم. فانا شايف ان احمد مدبولي، وشايف حارس مرمى الاسماعيلي طبعا هو مش جديد عليه الكابتن محمد عواد، يمكن تابعت له المباراه الاخيره مباراه الانتاج الحربي والاسماعيلي واللي انتهت بفوز الاسماعيلي 1-0، كان تصدى لضربه جزاء وكان نجم المباراه طبعا. فانا شايف محمد عواد السنه دي من الحراس اللي هم القوي جدا، وشايف طبعا النجم السنه دي اللي فرض نفسه بقوه طبعا احمد مدبولي. تمام يا كابتن. كابتن عمار، انا عارفه ان حضرتك طبعا من عشاق الكابتن حسام حسن. شايف مشكلته الاخيره ايه من وجهه نظرك؟ مشكلته الاخيره اللي هي كانت في مباراه الزمالك، مباراه الزمالك والمصري اللي فاز فيها الزمالك. تمام. طبعا حاجه حسام حسن فاجئ الجميع بموقف محدش كان متوقعه منه خالص. طبعا يعني الناس كتير زعلت، او اغلبيه الشعب المصري، جمهور المصري زعل منه طبعا، جمهور الزمالك زعل منه، وجمهور الاهلي مش هيصدقه. طب ازاي؟ ازاي يا كابتن؟ اقول لك ازاي. حسام حسن من فتره كان ماسك جمهور الزمالك، كان متولي تدريب نادي الزمالك. واثناء مباراه الزمالك والاهلي في كاس مصر رفع تيشيرت نادي الزمالك ولف بيه الملعب، بصراحه كان منظر رائع. وقال ان الزمالك في القلب.
طب انت جاي دلوقتي المباراه الزمالك والمصري وجاي ترفع تيشيرت النادي الاهلي او التيشيرت الاحمر وبتقول الاهلي في القلب، اصل جمهور الاهلي صعب انك انت تضحك عليه. الجمهور الاهلي معلش انا من اكتر الناس اللي اشادت بحسام حسن في مصر، يمكن رقم واحد انا والعياذ بالله، انا اكتر طبعا يا كابتن ناشد وطالبت ان يكون حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر، ولكن بصراحه يا كابتن حسام جمهور الاهلي صعب انك انت تضحك عليه بالعلامه دي. انت لسه من كام شهر بصقت على جمهور النادي الاهلي ورفعت تيشيرت نادي الزمالك وقلت ان الزمالك هو اللي في القلب. طيب انت عارف طبعا المشاكل او عارف الحساسيه بين الجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي، انت ازاي مدير فني لنادي المصري وبترفع تيشيرت النادي الاهلي؟ ما بصراحه حاجه كانوا التوفيق في دي، فخسر طبعا حوالي خسر من 30 لربق. خسر 30، خلينا نقول 30 مليون زملكاوي. تمام. طبعا صعب ان احنا نشوف حسام حسن مره اخرى في نادي الزمالك، لان ما فيش حد وقف مع حسام حسن بعد ما مشي من الاهلي او بعد ما مشوه طبعا من النادي الاهلي، ما حدش احتواه غير نادي الزمالك. وان كان حسام بيقول احنا اللي جبنا البطولات لنادي الزمالك، لا يا كابتن حسام، انت لما رحت كان الزمالك واخد بطولات افريقيا وواخد وواخد وواخد، انت رحت وكملت، يعني مش انت مش اول ما رحت الزمالك خد بطولات، لا. طيب خلينا نروح لمداخله تليفونيه ونرجع تاني. تمام. الو. الو مساء الخير. الاعلامي المحترم الاستاذ محمد. زي حضرتك، وبرحب بالساده مشاهدي قناه مصر البلد، وعايز اقول ان احنا مبسوطين جدا ان احنا معانا اعلامي رياضي مهم جدا، وبتابعك انا طبعا وبتابع التغطيات المهمه اللي بتعملها في كل استادات مصر ومع كل اللعيبه وكل المنتخبات والانديه، فاحنا مبسوطين ان انت معانا. وعايز اقول لحضرتك كمان انا شفت متابعتك لنادي الاسماعيلي الاخيره، ما شاء الله كانت تغطيه حيه جدا، فبنتمنى لك دايما كده كل الجديد والحصري على قناه مصر البلد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، وانا اللي سعيد جدا طبعا، شرف ليا، شرف كبير جدا ليا مداخله حضرتك الاعلامي طبعا المتميز، الاعلامي المحترم اخويا اللي انا بعتز بيه، الاعلامي المحترم محمد ياسر. محمد سامي. محمد سامي ولا يهمك ولا يهمك. وعايز اقول لك طبعا انا طبعا من خلالك تحيه لكابتن مصر واخويا وحبيبي كابتن محمد صلاح ابو مكه، بقول له مليون مبروك من خلالك. طبعا نجم مصر. طبعا كل منتخب مصر يستاهل التكريم، ولكن هو اتحط تحت ضغط فكان يستاهل ان احنا نبعت له التحيه. واحنا دايما متابعينك يا كابتن عمار، ونشوف عندك كل الجديد والحاضر ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ محمد. شفت الفرحه يا استاذ محمد؟ شفت الشعب المصري اللي كان بيتمنى الفرحه دي من بدري، كان بيتلكك على الفرحه دي، والحمد لله ربنا حققها، ومصر كلها فرحت الحمد لله. مصر كلها فرحت. وعايز اقول لحضرتك الفضل يرجع لكل مصري دعا ورفع ايده فوق وقال يا رب. الفضل يرجع لكل ام مصريه كانت وقت الاذان بتدعي مع اولادها اللي بيشجعوا منتخب بلادهم، واعتقد ربنا ما ضيعش مجهودنا كلنا من شعب ومن جمهور ومن قياده سياسيه. وكمان بحيي الكابتن هاني ابو ريده، يعني رئيس الاتحاد اللي قام بدور بليغ جدا في اداره البعثه، ببعت لهم كلهم التحيه بصراحه. شفت الجمهور كان حلو ازاي في استاد برج العرب يا استاذ محمد؟ حاجه تفرح، حاجه تفرح. وبيأكد ان احنا جمهور محترف بجد، وعندنا اللي احنا كنا بنشوفه في الملاعب من مشاخبات وخناقات والحاجات دي جديده على ملاعبنا، دي مش حقيقيه. الواقع الحقيقي هو ان احنا عندنا ناس بتحب بلدها بجد، بنرفع علم مصر وكلنا بنقول وراها يا رب، فدائما وابدا هنكون ورا الاهلي ورا الزمالك ورا منتخبنا طبعا. فيا ريت يا ريت، انا بطالب كمان سيد رئيس الوزراء وكمان المهندس خالد عبد العزيز ومع وزير الداخليه الفتره الجايه نتمنى نشوف الجمهور تاني في المدرجات ونشوفه بيملى الملاعب. اعتقد يا استاذ محمد حضرتك بعد المظهر الجميل للجمهور في استاد برج العرب، حضرتك مع عوده الجماهير مره اخرى؟ انا مع عوده الجماهير اللي كانت الفكره كلها انها تشجع بس. صحيح. انا مع عوده الجماهير. الجمهور اللي كان موجود في استاد برج العرب بيشجع، ده كان جمهور بيشجع مش حاجه ثانيه. صحيح. انا مع ده، وكمان 40,000 ان شاء الله مع الاهلي. طيب اخيرا استاذ محمد، حضرتك مع رحيل ولا بقاء مستر كوبر؟ والله خليني اقول لحضرتك اللي حصل ده ما نقدرش ان انا وانت نقول في راينا اللي يكون رايه في الكلام ده القائمين على الكره المصريه من اتحاد الكره. صحيح. ولكن انا بشوف كوبر مش انفعالي، كوبر دارس قوي، كوبر دفاعي جدا. فخلينا نقول انا مع وجوده، انا مش ضده ابدا، لان لو ما كناش بقينا كوبر فضل معانا ما اعتقدش ان احنا كنا صعدنا، لان كوبر بيعمل حاجات بره الصندوق يا جماعه احنا ما بنشوفهاش والله. ده بالفعل. صحيح. ده صحيح. يعني كوبر بيعمل حاجات النهارده، كوبر اما يعرض للعيبه قبل الماتش بساعه ونص
بعض الحاجات النفسيه مش الرياضيه اللي تخلي اللاعب نازل يسجل. شخصيته قويه يا استاذ محمد، شخصيته قويه، رجل حازم جدا جدا, جداً. رجل حازم للاسف. الاعلام يا كابتن عمار مش بيعمل سبوت على ده خالص يعني. الاعلام عمره ما جه ناقش كوبر بيعمل ايه مع اللعيبه قبل. صحيح صحيح، فاهم قصدي؟ ولكن الاعلام المحترم اللي زيك اللي دائما وابدا بيدور على التفاصيل جوه الصندوق وبره الصندوق، لا اعتقد عندنا اعلام رياضي محترم بقياده الكابتن عمار مبارك. مش لاقي كلام اقوله لك، كل اللي اقدر اقوله لك ان انا بشكرك يا استاذ محمد، الاعلام المحترم محمد سامي اللي انا بتشرف ان انا موجود معاه ايضا في قناه مصر البلد. شرف محمد، بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد. تحياتي لكل فريق عملك والمخرج المحترم وفريق عمل قناه مصر البلد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، الف شكر لفريق الاعلام المحترم محمد سامي. طب يا كابتن، اتفضل كابتن عمار، اوصف لنا بقى شعورك بعد وصولنا لكاس العالم بعد غياب 28 سنه، اوصف لنا كده شعورك طبعاً ايه؟ طبعا احساس جميل جدا. احنا لغايه الدقيقه 93 واحنا خلاص، انا حاسس ان خلاص طبعا ماشي في الشارع او بتفرج في الكافيه زي كل المصريين على الماتش، وزعلان جدا بعد ما كنا فايزين 1-0. الناس كلها فرحانين، الاطفال، الستات، البنات، الولاد، الرجال، الناس الكبيره، مصر كلها فرحانه، الغفير، الوزير، كله اتجمع مع بعض، كله اتجمع، الفرحه الناس كلها توحدت على فرحه واحده، على فرحه واحده اكيد مصر. الا في اخر دقيقه طبعا ضربه الجزاء اللي كان سبب فيها طبعا تريزيجيه من اللعيبه طبعا المظلومه اعلاميا جدا، فعلا هي مظلومه اعلاميا، لاعب مؤثر جدا في المنتخب تمام، ولكن مش واخد حقه اعلاميا. طبعا بشكر، مش عارفين مش لاقيين كلام نقوله له، طبعا النجم اللي احنا بنتشرف بيه، هو طبعا النجم العالمي محمد صلاح. وفي اخر دقيقه الحمد لله زي ما قال كابتن ربيع ياسين، عشان 90 مليون بيقولوا يا رب، فالحمد لله ربنا ما خذلناش، وربنا في اخر دقيقه سبحان من يقول لشيء يكون فيكون، في اخر دقيقه ضربه الجزاء بتيجي وبيشوطها محمد صلاح باعصاب هاديه جدا وبيفرح مصر كلها. شفت الفرحه يا كابتن عمار؟ شفت طبعا فرحه جميله جدا، شفت وان شاء الله شفت طبعا مصر، وان شاء الله كده في روسيا كده هنأدي وهنعمل مباريات اكثر من رائعه زي ما حصل في قبل كده لما لعبنا مباريات مهمه قدام البرازيل وقدام ايطاليا في وجود الكابتن حسن شحاته. فان شاء الله الجيل ده جيل كويس طبعا، كابتن محمد صلاح، محمد النني، يا رب يا رب، انا واثق ان هم ان شاء الله هيعملوا حاجه كده كويسه في روسيا باذن الله. باذن الله. طبعا بيقولوا لنا ان كده وقتنا انتهى، بكده بنكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا. طبعا بشكر طبعا فريق العمل، الاستاذ احمد امين، الاستاذ محمد، بشكر فريق العمل كله باكمله، طبعا بشكر رئيس مجلس اداره قناه مصر البلد اخويا اللي انا بتشرف بيه طبعا الاستاذ خالد، وقد ايه انا فرحان بعوده القناه مصر البلد. بتشرف باي قناه انا اشتغلت فيها، بس انا حاسس ان هو ده مكاني بالامان. حتى الناس، كل الناس اللي متابعاني بتقول لي احنا عرفناك من خلال قناه مصر البلد، فانا سعيد جدا بقناه مصر البلد وسعيد بمكاني. يعني شوف حاجه جميله ان رئيس القناه بيتصل بيا بيقول لي ده مكانك، فحاجه جميله. طبعا وجود الاستاذ محمد سامي، وجود الاستاذ احمد بدوي، لا وجود ناس محترمه جدا، برامج قويه طبعا في مصر البلد. فاخيرا طبعا بشكر الاستاذ خالد، بشكر فريق العمل، بشكر كل من يعمل في القناه المحترمه، القناه القويه، قناه مصر البلد. بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا يا استاذ احمد. طبعا بشكر طبعا زميلتي طبعا الاعلاميه المحترمه طبعا رنا ناصر. بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا، انتظرونا الاسبوع القادم حلقه جديده مع نجم مصر. نجم مصر. Thank you.